محمد الشهر الثالث طبعا بالنسبه للنواقص الموجوده نحن هون عندنا حاليا نحن مفعلين المشفى الجراحي، المشفى الجراحي حاليا لا يوجد عندنا غير غرفه عمليات واحده، غرفه عمليات جراحه، نحن بحاجه الى غرفه عمليات عظميه. بالنسبة لمركز النسائية، نحن مركز النسائية في بعض التجهيزات الخفيفة، لا يوجد عندنا غرفة عمليات، في وجود لطبيب جراحة نسائية موجود عندنا، فينقصنا غرفة عمليات للجراحة النسائية. وبالنسبة ل يعني أمور المنطقة، المخبر نفتقد إلى المخبر بشكل كامل، المخبر لا نملك ولا أي جهاز لأجهزة مخبر، لا نملك أي جهاز لأجهزة أشعة بسيطة أو أي عدة أجهزة. ونتمنى من الحكومات والهيئات الداعمة أو الحكومة التركية مساعدتنا بهذا الموضوع لحتى نرفع سوية العمل في منطقة في مدينة جرابلس، ونساعد هالعالم اللي فعلا هي بحاجة ماسة لمساعدة. هي شعب فقير جدا من الأدوية، لا يوجد عنده أدوية، طبعا جتنا بعض المستهلكات بعض الهيئات الداعمة.